أسرار مخبينها، مرايات مليانة بحاجات بينا وبينها، أسرار مخبينها ونفسنا ما عندنا وما حدش ضامنها، أسرار مخبينها مرايات مليانة بحاجات بينا وبينها، أسرار جوليا سوف. صباح الخير. انا مش عايزه ادخل. ولا انا. انا كمان بصراحه مخنوقه ومش ناقصه. انا هروح. تروحي ده ايه؟ بتقول لك مخنوقه. احنا مش هنفضل عاملين كده. تعالوا نتمشى شويه في اي حته. ولا نروح الكافيه اللي سلمى كانت لا انا مش عايزه اروح. ليه؟ ما نروح الكافيه. لا انا مش عايزه اروح. مش عايزه تروحي ايه؟ جت على بختي انا، ما انت كل شويه هناك. خلاص يا ستي روحي. خلاص خلاص تعالوا بس نمشي دلوقتي وبعدين هنشوف هنعمل ايه. اوكي يلا بينا. وانتي بطلي زن. بس نروح الكافيه يعني. قال لك كده في وشك؟ النبي دوت جدع. جدع ازاي يا حاجه انت؟ بتقول لك قال لها انت عيله وبحبك زي اختي. قال انت عيله ايه؟ السبخه باكي يعني. ما هو لو عيل سيكيميكي كان شبط في الكلمه ولعب بيها يومين ورماها. انا ماشيه. اتان انت كل شويه هتتقمصي وتقرفينا. اصبري بقى نشوف هتعملي ايه. تعمل ايه تاني؟ اقطع دراعي من هنا لما كان ليه جو تاني ووقع لشوشه. والنبي ما ناقصاكي. بقول لك ايه يا ندى؟ شوفي لك حد غيره بقى. ها؟ عارفه؟
لو دورتي كويس اكيد هتلاقي واحد غيره في قناه تانية. وفرجيني معاكي والنبي. يا عبيط، كان هيبص لك ازاي وانت متكتفه كده؟ انا غلطانه اني اتكلمت معاه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه دول؟ انتوا عايزين ايه؟ درس خصوصي. هي ساعة الزمن هنقضيها ونعلمك اللي ما علمتوش في المدرسة. امشي وقال لها صوت وقول لها مالك خلي الله. تعالي. وسع يا لا. انت طلع صوت يابا. اه لابط. قول يا انت وهو. ما تستغربش كلامها. بس هما الاتنين عاملين زي شريطين السكة الحديد، يمشوا جنب بعض حلو قوي قوي، بس يوم ما يتقابلوا بتحصل كارثة. أنا هتجنن يا أخي. البنت اللي بتظهر لي دي تقول لي على المذيع وإنه هيقابلها في الرحلة وأروح وراهم ألاقيهم فعلا سوا. بسيط، نروح نجيب الواد المذيع ده ونقرر أمه. أيوة بس البنت اختفت. أنا نفسي أعرف مين البت دي، بتشتغل مع مين ولا بتشتغل لحساب مين؟ كل اللي أعرفه إن اسمها حياة. طب إيه رأيك بقى إن أنا حاسس إن البت دي عندها إجابة لكل الكوابيس اللي بتجيلها؟ أنا وصلت لحاجة، بس ابن ال اختفى وما بيردش على التليفون. هو مين ده؟ حبيبتي ألف سلامة عليك، أنا آسفة جدا ما جيتش إمبارح والله غصب عني. عارفة انت بقيتي كويسه، قومي بقى. كله باوانه، المهم طمنيني عليكي. طمني. عرفت انك لسه ما رجعتيش البيت وانا رجعت وانا لسه جايه من البيت. رحمه ادم بيحبك، انا امه عارفه كويس. حبيبتي الدكتور بيقولي بلاش كلام كتير، المرض بينهش في جسمي والوجع كل يوم بيقربني من الموت اكتر. حبيبتي بعد الشر عليك. بني ادم منا بيكون في اصدق حالاته لما يحس ان الموت بيتسحب وجاي له. حبيبتي ارجوك كفايه. ارجوك انت يا رحمه ما تحاسبيش ادم على افعاله، حاسبيه على قد حبه ليكي. اوعديني اوعديني. اوعدك اوعدك والله اوعدك. اهلا رحمانة، اتفضلي. مساء الخير، انا اسفه بقى عطلك شويه. لا ابدا تحت امرك. تشربي ايه؟ ميرسي ولا حاجه. طمنتي على منيره هانم؟ انا لسه جايه من عندها. الحقيقه يا دكتور عزت الان الحاله بتتاخر. ربنا يستر. انا جايه اتكلم معاك كلمتين وهمشي. يا ستي قولي كل اللي انت عاوزاه. طلبت مساعده من الدكتور هارون ورفضها. اقدر اعرف ايه؟ نفس اللي عملته مع سهر. ايه اللي عملناه مع سهر؟ نزلته البيبي وما قلتوش لحد، صح ولا؟ مش فاهم تقصدي ايه. عايزه انزل بيبي اللي في بطني. بيبي انت حامل؟ ما ينفعش احتفظ بيه، وعايزك تساعدني. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انا استحاله طبعا اعمل حاجه زي دي. بتزعق ليه؟ لاني مش مصدق انك ممكن تطلبي مني حاجه كده. انت عملته قبل كده. سهر كانت حاجه تانية خالص. سهر كان عندها. مين قال لك ان انا بتكلم على سهر؟ ايه رايك بقى؟ عارفه انا سميتها ايه؟ سميتها ملك على اسمك. كل خط وكل لون كنت فاكراكي فيه. تيجي نطلع بره شويه؟ ايه رايك يا دادا لو ناخدها تقعد معانا بره شويه؟ ما بترضاش، بتخش بروحها وتتعصب. نجرب يمكن ما تكسفنيش. نجرب، الدكتور ذاهب بيخرجها بالعافيه. معقول؟ ايه رأيك؟ في حد كان هيقدر عليها غيري؟ دي بتغلبني عشان ترضى تطلع من الأوضة. عشان تعرف بقى بقينا صحاب قد ايه؟ مش صحاب بس، بقت ملهمتي كمان. آخر لوحة رسمتها سميتها ملك.
ندى من فضلك اعملي فنجان قهوه. مش هتاكل حاجه الاول؟ لا انا ماليش نفس. طب يلا حبيبتي. مالك؟ انت كويس؟ اه كويس، تعب الشغل بس. اوعى تكون زعلت ان انا جيت وانت مش موجود. ايه الكلام ده؟ انا مبسوط جدا بعلاقتك مع مالك. في حاجه مش مريحاني بس مش فاضيه لك دلوقتي، اشوف مالك وارجع لك. بص البفه دي لاجل عيونك. عيب يا معلم، تلعب مع الدوكش يا ابني. عايزك باشا. صباح الفل. ازيك يا باشا؟ اتفضل يا باشا. اجيب لك شاي؟ شاي ولا قرف؟ انت مش قلت لي انك جبت لي المعلومات والبيانات كلها وانا قلت لك تجي لي؟ حصل. طب وما جيتش ليه؟ ما انا باشا هقول لك اللي حصل. ما انا باشا دورت على الرقم على البيانات بتاعته عندي، ما لقيتلوش بيانات، عرفت انه مش اصلي براني. يعني ايه مش اصلي براني؟ يعني يا باشا حد سلكه من ورايا. اخلص يا دوكش. انا يا باشا جالك في الكلام، لفيت على العيال السريحه لحد ما وصلت الواد فيهم، عطيته الرقم. بعد 24 ساعة بيكلمني وقال لي البشارة، كلمتك في التليفون. طب واتنيلت اختفيت ليه؟ يا باشا ما اختفيتش، الواد طلع حمار، جايب بيانات رقم تاني خالص. جاي دلوقتي تقول لي حمار وغلط؟ طب اديك قلتها يا باشا، حمار وغلط اعمل ايه انا يا باشا؟ وانا اعمل ايه؟ ما يا باشا ما تعملش حاجة بصراحة، الرقم طلع بلح، ملوش ورق. راح فين يا باشا؟ باشا انا طبيت المقاولة. كمل يا عم ام الدور ده. ازيك يا بابي؟ اهلا يا حبيبتي. جيت تاكلي معايا؟ لا لا، انا اكلت ساندوتش في الايكار. اوكي. هاي مام. هاي. ما تسيبيش شباك اوضتك مفتوح تاني عشان الناموس. داكور. لسه صغيره قوي على الكلام ده، وبعدين مشاعرك لسه متلخبطه ومش واضحه. بصراحه مش عايز اكون السبب ان انت تتوجعي في حياتك. اقطع دراعي من هنا لما كان ليه جو تاني ووقع لشوشته. يا عبيط، كان هيبص لك ازاي وانت متكتفه كده؟ ها ماشي يا ستي، انا مقدر ان انت ممكن تكوني معجبه بيا، عادي، الناس كلها بتعجب ببعض، احنا بني ادمين. بس والله العظيم مش هو ده الحب. بصراحة مش عايز أكون السبب إن أنت تتوجعي في حياتك. يا خالد، أنا ندى. أنا آسفة إذا كنت ضايقتك أو أزعجتك، بس اطمن دي آخر مرة هتسمع فيها صوتي وآخر مرة أي حد هيسمع فيها صوتي. أنا ما بقتش عايزة الحياة دي، حياة ملهاش معنى، عشان كده أنا مش عايزة أعيش تاني. كفاية قوي كده. باي باي. خلاصي يا صافي بقى وبطلي جبن. لو حد شافني وقال لامي هروح في داهيه. يا بنتي انت اصلا بتاخدي درس هنا. ايوه بس ده مش ميعاد درس. طب اعملي نفسك بتسالي على الميعاد، ولما تلاقيه قولي له انا مستنياه. لا يا ستي ماليش دعوه. يا بنتي انا مش هينفع اطلع، لساني الطويل خلاني بلاك ليست عند الراجل ومش هينفع. اخلصي واطلعي انت. وانت عايزه تشوفيه ليه؟ مش عارفه، عايزه اشوفه خلاص. انت مالك؟ ما تخلصي. انت مجنونه يا سلمى وهتوديني في داهيه. وانت جميله وجدعه وهتدخلي. يلا دفشتوا. لو امي عرفت هقول لها انك بتظبطي الواد. ماشي، بيقولوا لها انا بظبط الواد. فيت.
وحشتيني. قلت اجي اشوفك. وحشتك فجاه كده؟ طب يلا ندخل. لا لا لا، انت اللي هتيجي معايا. فين؟ مشوار كده، مش عايزه اروح لوحدي. مشوار ايه؟ تعالي وانا. تعالي. المشوار اللي قلت لي عليه. مشوار يا عم ولا فاكر حاجه؟ فكرني. الواد المذيع علشان نقرره. شفت بقى ان انا افكاري على طول بتطلع صح. انا بصراحه عاوز اعرف هو كان عاوز منها ايه، ولو ليه اي علاقه بالبنت اللي بتبان لي دي وتختفي. بقول لك صحيح، سماح قالت لي ان حصل معاها موقف غريب قوي لما كانت عند رحمه في البيت. موقف ايه؟ مفيش. تيم ابني كان بيلعب وبتاع، ففتح دورك طلع شويه صور وجوابات وحاجات كده. يعني صور وجوابات يعني؟ حاجات بتوع ابوها يمكن، ما انت عارف انها كانت مسافره. لا هو الغريب بقى رد فعلها. تصرفت مع سماح تصرف غريب. غريب ازاي؟ يعني تقريبا طردتها بس بالشياكه. تقريبا طردتها بالشياكه؟ يا عم سيبك من كلام الستات. على رأيك طردتها بشياكة. وانا من ساعة ما حكيت لها وانا عايزة اشوفها، حتى ما دخلتش المدرسة النهاردة. قعدت الف في الشوارع وندى روحت وصفي طلعت لك وجريت، وانا فضلت قاعدة مستنياك. معقولة ما تكونيش زرت مامتك ولو لمرة واحدة؟ انا مش عايزة السيرة دي يا عمرو. انت اللي فتحتيها على فكرة مش انا. ها اروح ازورها ليه يعني؟ ايوه عشان دي في الاول وفي الاخر اسمها ايه؟ اسمها لا ما تكملش. مفيش حاجه اسمها في الدنيا ان انا اروح اشوف الست دي لمجرد انها اسمها امي. اي كلام بقى؟ ده اسمه اي كلام اللي انت بتقوليه؟ عمرو انت عايش ازاي؟ عادي يعني، زي كل الناس. بخبط. اي يعني معاك فلوس؟ انت عايزه فلوس؟ لا، انت معاك فلوس تفتح بيت وتعيش؟ مش بالظبط. ربنا ساترها، بس مش لدرجه ان انا افتح بيت. هو ليه سؤال ده؟ عايزاك تتجوزني. اتجوزك؟ هاي يا خالد، انا ندى. انا اسفه اذا كنت ضايقتك او ازعجتك، بس اطمن دي اخر مره هتسمع فيها صوتي، واخر مره اي حد هيسمع فيها صوتي. انا ما بقتش عايزه الحياه دي، حياة ملهاش معنى، عشان كده أنا مش عايزة أعيش تاني. حريص اسود. كفاية قوي كده. مغلق. مجنونة وتعملها. لو حست بأي ضغط مش تسيب المدرسة دي، ممكن تسيب البلد. للدرجة دي ما عندهاش أي حدود لأي حاجة؟ أنا بحسس عليها وعلى أي حاجة تخصها، لأن أنا عارفاها كويس. لو حست إن أنا وسيلة ضغط جديدة ممكن تهجم مني وتسيبني. اسمحي لي، يعني هي من حقها برضو تشوف مامتها؟ أنا ما منعتهاش، مع إني مش طايقة سيرتها ولا طايقة أسمع اسمها، بس أنا أم وعارفة يعني إيه ضنا. أنا قلت لها تروح، هي اللي رفضت. واضح إنها كارهة مش بس رفض. جايز يا بنتي، أنا ما بقتش فاهمها. بس حضرتك اللي قلتيه ما يخليهاش تكرهها للدرجة دي. تعالي سلمي حبيبتي. تعالي سلمي. ألو؟ أيوة صافي. لا لحظة، أنا مش فاهمة حاجة. بتقولي إيه؟ ازاي؟ ان هو ده المكان؟
ايوه ده العنوان. يلا نطلع. ايه هنخش عليه ازاي؟ يا كيميا هنطلع وهنفهم منه. نفهم منه ايه؟ بص الواد ده لو اتلجلج يبقى وراه حاجه، انما لو اتكلم بالراحه يبقى نسمع منه. ايه ده؟ رحمه؟ مع السلامه. وفي ايه؟ مش عارف. وفي ايه؟ أنا عارفة إنه خبر صعب ومتأكدة إن كل واحدة فيكم في حالة أصعب من التانية. ده حالنا إحنا كمان كمدرسين وإدارة. كلنا في حالة ذهول ووجع لفراق واحدة من أجمل بناتنا. هي بنتنا الغالية ندى. عايزاكم كلكم تدعوا لها بالرحمة. وربنا يصبرنا جميعا. ولحد دلوقتي انا مش فاهمه هي ليه خلتني اشاركها الليله دي؟ ليه خدتني اسمع حكايه بنت عندها عقد نفسيه وفوق على خبر موت بنت انتحرت؟ كأنها قصدة توجعني. هي عارفة كويس حاجة زي دي ممكن تعمل فيا ايه. ما تظلميهاش زي ما انا عملت. رحمة كانت خايفة، كانت بتدور على اي حد قريب منها علشان تسند عليه، وما لقيتش غيرك. بصراحة انا مش فاهمك. انا غلطان، انا عشت في الشك ونسيت مراتي، نسيت انها غرقانه في مشاكل ناس تانيين، وكل حاجه افتكرتها خيانه طلعت محاوله منها لعمل الخير. ممكن اعرف ازاي؟ المذيع كان قصه بنت صغيره بتحبه وبتحاول تقرب بينهم، اما الدكتور فعلشان سلمى زي ما انت عارفه. انا غلطت فيها وهي ما تستحقش كل اللي انا عملته ده. ما تستغربيش، الكلام اللي انت قلتيه ده فهمني حاجات كتير قوي انا ما كنتش فاهمها، ويا ريتك كنت رحت لها من زمان، ما كانش كل ده حصل. انا هروح
وهبوس ايدها واعتذر لها. اقول لك حاجه تانيه؟ انا هقوم ابوسك علشان فتحت عينيا. عارفه انك مش عايزه تشوفي حد. جدتك نصحتني ان انا ما ادخلش، بس انا اللي محتاجه لك دلوقتي يا سلمى. وعارفه انك مش هتصديني صح؟ تصدق اللي حصل؟ الصدمه كبيره علينا كلنا. ازاي هانت عليها نفسها؟ الشجاعة دي كلها منين؟ بتغرق في شبر مية، والله بتغرق في شبر مية. مش فاهمة حاجة، مش فاهمة حاجة. مش فاهمة حاجة. اهدي قومي كده. خلاص خلاص يا سلمى، خلاص. شفتي؟ شفتي آخرة الحلال بتوصل لفين؟ لجهنم. خلاص وانت جاية لابسانة اسود على واحدة كافرة. يا ماما حرام عليك، دي صاحبتي. ما تقوليش صاحبتي، دي انتحرت. عارفة يعني ايه انتحرت؟ يعني خرجت من دينك وبقت كافرة. قالوا ايه وجايه لابسه اسود عليها؟ دي ما تستاهلش البوك عليها. هو انا مالي باللي عملته؟ حاسبها عند ربنا. انت لو كنت بتحضري الدروس ما كانش ده بقى حالك. ها؟ كنت هتعرفي تفرقي بين عدوك وبين حبيبك. انما انت عايزه تعيشي جاهله بدينك. يا ماما انا بحضر والله. بتحضري وما بتفهميش. مره جايبه لي واحده لسانها فالت وتقلي ادابها على الشيخ الجليل المحترم. ومره ماشيالي ورا واحده كافره ما تعرفش ربنا. ها؟ ولسه بتعيط عليها ولبسان اسود عليكي وعليها. خلاص بقى يا اخويا، هي عرفت غلطتها خلاص. غلطه تانيه، هحلف على امك ما تخرجي بره البيت وتعيشي خدامه هنا. خلاص بقى يا اخويا، هي عرفت غلطتها ومش هتعمل كده تاني. ها؟ ما تسمعش بين الناس بقى، كفايه. بنات اخر زمن جاتكوا القرف. عاجبك عمايلك دي؟ وانا عملت ايه يعني يا ماما؟ دي ندى اقرب صحابي، ازاي ما احزنش عليها؟ ده المدرسه كلها كانت بتعيط عليها، حتى المديره. وابوه بيقول عليها كفر. حرام حرام والله يا ماما. يا بنت كفايه بقى، هتودينا في داهيه. ما فهمتوش بصراحه، حسيته مستني يسمع اي حاجه تثبت له ان رحمه بريئه. خد منك كلمتين وطلع يجري فرحان بيهم زي العيال. عادي بيحبها وهي عارفة ده كويس. وبنت اللذينة زي ما تكون متأكدة انه هيسألني، وصلت له الإجابة عن طريقي بمنتهى الذكاء. واضح انك عارفاها وفاهمها كويس. محدش يفهم رحمة كويس. لو عشت معاها عمرك كله هتحس برضو في الآخر ان في حاجة ما تعرفهاش. انت تعرفيها بقالك قد ايه؟ من ساعة لما رجعت مصر اتعرفت عليها عن طريق common friends، وارتحت لها قوي في الأول. وبعد كده؟ كل ما بقرب منها ببعد اكتر. انسانه غريبه، عايشه جوه نفسها، صعب قوي تتكشف على حد. موضوع البنت اللي انتحرت ده، ايوه يعني عملت ايه بعد كده؟ اقول لك انتحرت. انا بتكلم على رحمه مش على البنت. هو في ايه؟ انت مالك مهتم بيها قوي كده؟ مفيش حاجه، انت اللي بتحكي. لا انت اللي بتسال، ومن ساعه لما جيت وانت عمال تسال. يا ريت تفهمني عشان مخي ما يروحش لبعيد. في ايه يا سهر؟ يروح لبعيد فين؟ أنا بتكلم عادي. لا مش عادي، وأنت نفسك بقالك كذا يوم مش عادي. في حاجة متغيرة، زي ما تكون مخبي حاجة. هخبي عليكي إيه بس؟ معرفش،
بس انا عندي سنسر رادار وبحس كويس قوي ومتاكده ان في حاجه انت مش قايلها. لا انت بتقولي كلام غريب جدا. انا ماشي. ماشي رايح فين؟ انت هتسيبني قاعده اضرب اخماس في اسداس من غير ما تتكلم وتريحني؟ اتكلم اقول ايه بس؟ اتكلم وقول لي انت ورحمه في حاجه حصلت بينكم؟ لا انت احوالك غريبه جدا. انا لازم امشي. مش هتمشي. انا عندي مستشفى ما ينفعش اتاخر اكتر من كده. اوكي بس برضو هعرف. امشي من هنا بسرعه قبل ما تطلع وتشوفها. انت مين؟ أسرار مخبينها مراياته مليانة بحاجات بينا وبينها. أسرار مخبينها ونفسنا ما عندنا ومحدش ضامنها. أسرار مخبينها مراياته مليانة بحاجات بينا وبينها. أسرار مخبينها ونفسنا ما عندنا وما حدش ضامنها. ولكل واحد فينا كلمة سر بيداري بيها اللي ما حدش يعرفها. ما سابش حد فينا إلا وكتفه. ولكل واحد فينا كلمة سر بيداري بيها اللي محدش يعرفه. والماضي مهما يقولوا عدى مستمر. ما سابش حد فينا إلا وكتفه. كلنا بنمسح ذنوبنا في بعض من كسوفنا منها. أسرار مخبينها مراياته مليانة بحاجات بينا وبينها. أسرار مخبينها ونفسنا ما عندنا. حبي